مع أحلام مثلا. أحلام ما كانت معروفة ولا أحد يدري عنها. لكن اللي عملته أنا مع أحلام على سبيل المثال، قالوا والله أنور عبد الله قدم أحلام اكتشفها ملحن وكذا. لا مو بس اكتشاف، تعالي بقى أنا انتجت لها. أنا انتجت لها إيمانا منك بالموهبة الموجودة. طبعاً بالموهبة ولحنت لها. قبلي في شركات ثنتين إنتاج راحت لهم أحلام وما رفضوها. شركة خليجية وشركة كويتية من أكبر الشركات في الكويت، والشركة الثانية كذلك سعودية كبيرة. يو ما أخذوها. هم قالوا لي وأحلام قالت لي. فلما جيت أنا طبعا عرفت أن هذا الصوت يجي منه. فالشركات هذه عضت على صابعها لما خذيت أحلام. فإذا في شركة إنتاجك السابقة اللي هي فنون الإمارات، إيه في عن طريق شركة فنون الإمارات بالضبط. فإذا أنا أنتجت لأحلام، واحد لحنت لأحلام، اثنين طبعا التصوير الفيديو كليب، ما الفيديو كليب وهذا كله أنا مسويه. جبت عاد الخضرة اللي أذكره بالخير، قلت تعال اخرج أنا ربي بلاني فيك بلوة واخرجها. جبت محمد سعود المطيري قلت له تعال سوي وش ذكرك حب من طويت الليالي. صرف انتاج أنا دافعها لأن مؤمن بهالموهبة هذه. صحيح إن هذه يطلع منها واستثمارك ما راح بعيد يا أخي. ما شاء الله اليوم فنانة يعني لا تزال محافظة على فنها إلى غاية اليوم هذا. صحيح يعني أنا مثلا أقول لك والله حلها طلع. لا يبا مو عملية الحين، صرف صرفت عليها في إنتاج، في إنتاج صرفت عليها لين وقفت على ريولها ولا تنكر هذا الشيء. ممتاز ولحنت لها.